يعني خلاص الاهلي حسم الدوري فالجرايد هتركز مع الاهلي وانت انت في الاحاديث الموسميه بقى لا بس انت <applause> هنبدا في الاحاديث الموسميه الشروق القايمه <applause> مين هيمشي مين هيقعد مين هيجي الفلوس الفلوس العقود <تصفيق> المسبحه <تصفيق> المسبحه والمسبحه كمان <applause> هتشوفوا تذمر تمرد <دترك> كل المفردات بتاعه الخمسين دي رياح الخماسين اللي بتهب على الجرايد <دتنت> غضب غسياء <دت roommate> الشروق قالت مليون جنيه راتب البدري الجديد مع الاهلي الحقيقه برافو عليهم اه قعدنا نخبي في الرقم ده اه بس عرفوه نعمل ايه طيب بقى ها ده كلام ده طيب <تصفيق <تصفح> طب والله العظيم انا ما اعرف الراتب كام ايه رايك بقى الوطن قالت في خمس شروط للبدر يعني يعني خلاص الشروط بالنسبه لها القضيه قضيه فلوس وان في مليون جنيه مرتب البدري هيقعد لكن الوطن قالت لا في شروط في خمس شروط للبدر عشان يجدد عقده مع الاهلي خمس شروط مره واحده خمس شروط اول حاجه المدير الفني بيطلب عدم التفريط في الثلاثي الاجنبي لا جونيور اجاييه ولا علي معلول ولا وليد ازارو يمشوا سامع يا باشمهندس